أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من كلام في الصحة. المياه الزرقاء من الأمراض التي تصيب الكبار والصغار، لدرجة إن احنا بنشوف أطفال بيتولدوا بمياه زرقاء في إيديهم. إيه هي المياه الزرقاء؟ وإيه أسبابها؟ وإزاي نقدر نعالجها؟ ده اللي هنعرفه حلقتنا النهاردة، وبيسعدنا يكون معانا دكتور مؤمن حمدي، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس. دكتور مؤمن، أهلا بيك معانا. أهلا دكتورة زينب. دكتور مؤمن، كلنا بنسمع عن المياه الزرقاء، لكن في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه مياه زرقاء. تمام. هو كلمة مياه زرقاء يعني هي مش كلمة، هي كلمة مجازية. يعني ايه؟ يعني احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن المياه البيضاء. المياه البيضاء دي قلنا انها عدسة العين، يعني في حاجة فعلا اسمها المياه البيضاء، في حاجة بشيلها، لكن المياه الزرقاء دي لفظ مجازي. حتى في اخواننا في السودان بيسموها المياه السوداء. هي لفظ مجازي لمرض عبارة عن اعتلال في العصب البصري او تاكل في العصب البصري نتيجه ارتفاع في ضغط العين، وبالتالي بيكون في ضعف في التغذيه الدمويه للعصب البصري، فبيحصل تاكل من اطراف العصب، وبيبقى عاده المرض صامت ما بيشتكيش منه المريض لغايه لما نكتشفه صدفه اثناء قياس ضغط العين في الكشف الدوري في العياده، او لو المريض جه بنظر متاخر جدا بعد حدوث تاكل او ضمور في العصب البصري. يعني المياه الزرقاء يا دكتور مؤمن هي عبارة عن ارتفاع في ضغط العين. طب هل ارتفاع ضغط العين ده مرتبط بارتفاع ضغط الدم ولا ملوش علاقة؟ لا، هو يعني ارتفاع ضغط الدم ملوش علاقة بارتفاع ضغط العين، ولكن انخفاض ضغط الدم ممكن يؤدي إلى مياه زرقاء، والمياه الزرقاء دي بتكون بنسميها مياه زرقاء بضغط عين طبيعي. هي موضوع شوية صعب، يعني التركيبة صعبة، لكن هي نسبة وتناسب. يعني الضغط الطبيعي ده لو على عصب ضعيف يبقى هيحصل برضو تأكل. الضغط الطبيعي ده رقميا اللي هو من 10 ل 21، ده لو على عصب ضعيف هيبقى برضو يعمل مياه زرقاء وتأكل في العصب البصري. طب ايه اللي يضعف العصب؟ ضعف التغذية الدموية. ايه اللي بيحصل من ايه؟ اللي بيحصل من الضغط الدم المنخفض. عشان كده ضغط الدم المنخفض مرتبط بحدوث نوع من انواع المياه الزرقاء بنسميه نورموتنسيف جلوكوما او لو تنشن جلوكوما، يعني مياه زرقاء بدون ارتفاع في ضغط العين، بدون ارتفاع رقمي في ضغط العين. خلاف انخفاض ضغط الدم اللي ممكن يؤدي الى ارتفاع ضغط العين، ايه الاسباب الاخرى اللي ممكن تؤدي الى المياه الزرقاء او ارتفاع ضغط العين؟ يعني هو ارتفاع ضغط العين السبب الاساسي غير بدون سبب، يعني اشيع نوع من انواع المياه الزرقاء بيكون بدون سبب بنسميه النوع الاولي، لكن في اسباب تانية في العين وخارج العين ممكن تسبب ارتفاع في ضغط العين. يعني اسباب في العين زي نتيجه مرض بنسميه الالتهابات القزحيه، نتيجه الاورام، نتيجه ممكن بعد عمليات سابقه حصل فيها بعض المضاعفات او بعد اصابات في العين. ده مثلا الاسباب اللي هي داخل العين. في امراض العامه اللي ممكن تسبب برضو مياه زرقاء زي مرض السكر، مضاعفاته في العين ممكن تؤدي لاحقا الى ارتفاع في ضغط العين. العلاجات اللي بالكورتيزون سواء في العين او غير العين، يعني الكورتيزون العام على الجسم، اقراص كورتيزون او حقن كورتيزون، لو اتخذت بدون متابعه لضغط العين وبدون يعني مشورة الطبيب بطريقه مظبوطه ممكن يحصل لبعض الناس ارتفاع في ضغط العين. هل ممكن مريض يصاب بمياه بيضاء ومياه زرقاء في نفس الوقت؟ عادي جدا. عادي؟ ممكن المياه البيضاء والمياه الزرقاء يبقوا موجودين ما لهمش علاقه ببعض. هو مريض مياه زرقاء جاله مياه بيضاء. او مريض مياه بيضاء بدا يظهر عنده مياه زرقاء، ما لهمش علاقه ببعض. وممكن في بعض الاحيان المياه البيضاء لما تهمل وتتساب لفتره طويله بدون تدخل جراحي بيحصل مضاعفات ليها، يحصل ليها مياه زرقاء. الطفل اللي بيتولد بمياه زرقاء في العين، هل ده بيرجع للوراثه؟ طبعا الوراثه ليها دور كبير برضو في المياه الزرقاء، و لازم يكون في يعني يكون الام ملاحظه كويس قوي الطفل بتاعها، لان لو لقينا شكل غير طبيعي للعين او كبر حجم العين او القرنيه بتاعت العين بدات تبقى شكلها مش طبيعي او زي يعني ما هياش شفافه او الطفل بيدمع كتير، كل الحاجات دي بتكون انذار ان ممكن يكون في مياه زرقاء للطفل، وممكن تحصل في سن بدري جدا، يمكن في اول ما الطفل يتولد او بعد اسابيع من الولاده. التدخين، الام المدخره، هل ده بيزود احتماليه طفلها بالاصابه بالمياه الزرقاء ولا ملوش علاقه؟ يعني عشان نقول ان هي علاقه مباشره ما نقدرش، يعني ما فيش دراسات واضحه قوي، لكن طبعا اكيد ان احنا اي يعني ما فيش داعي
يعني التدخين ما هوش هيكون حاجة مفضلة في فترة الحمل أو غير الحمل يعني. هل في أنواع من المياه الزرقاء يا دكتور مؤمن؟ زي ما اتفقنا في نوع اسمه النوع الأولي، والنوع الأولي ده بيتقسم لنوعين. نوع أولي يعني مفيش سبب واضح في العين. في نوع أولي بيبقى فيه زاوية الخزانة الأمامية للعين اللي بيحصل فيها تصريف مية العين في المسام الطبيعية بتكون مفتوحة، وده النوع الأشيع على فكرة، وده النوع الصامت خالص اللي بنسميه سارق الإبصار. وفي نوع تاني بنسميه النوع الأولي زاوية الخزانة الأمامية الضيقة، وده بيحصل أكتر في مع الناس اللي عندهم طول نظر أكتر، معرضين ليه في الإناث أكتر. وده النوع ده بيبقى شوية يعني بيجي بنوبات من الألم الشديد اللي بتخلي المريض ينزل في أي وقت أثناء اليوم، بالذات بتكون بالليل، يروح المستشفى بألم شديد في العين، وبيحتاج ان هو يتعالج سريعا بعلاجات يعني اسعافات اوليه، زي مثلا بيبقى فيه محاليل وادويه بياخدها وقطرات وحاجات زي كده، وبيبقى التدخل الجراحي فيه سريع يعني لازم يكون خلال فتره سريعه. هنتكلم عن التدخل الجراحي والعلاج عموما، الخريطه العلاجيه للمياه الزرقاء، ولكن هنستوضح بعض الامور عن اعراض المياه الزرقاء. وحضرتك ذكرت كده في طيات الكلام انه ممكن المياه الزرقاء تيجي بنوع من الالم في العين، في اعراض اخرى للمياه الزرقاء غير الالم؟ والله زي ما قلت لحضرتك، اكبر مشكله في المياه الزرقاء ان هي ملهاش اعراض في النوع الشايع اللي هو النوع الاولي، فدي المشكله الكبيره. طب هنعرفها ازاي؟ بالصدفه زي ما قلنا اول الحلقه، ان مريض جاي بيكشف عندنا فبنقيس له ضغط العين، لقينا ضغط العين عالي، بنكمل الفحص بتاعنا بنلاقي تغيرات في عصب الابصار. كون ان المريض يشتكي بالتغيرات اللي بتحصل في العصب اللي هي تغيرات مجال الابصار، صعب جدا ان المريض العادي يشتكي منها، لازم يكون حد مركز جدا، وبرضه مش سهل ان انا اشتكي دي، مش شكوى اشتكيها، دي حاجه بنلاقيها في فحص بنعمله اسمه فحص مجال الابصار، اللي هو بيدي خريطه للنظر اللي انا بشوفه والنظر الطرفي اللي بشوفه، اللي هو يعني على قد ما بلاقي حتت فقدت في مجال الابصار اقدر اعرف نسبه الفقد او نسبه الضمور اللي بيحصل في العصب البصري، مع اشعه تانيه اسمها الاو سي تي بتبقى تصوير للعصب البصري، برضو بيدينا رقميا قد ايه الالياف العصبيه في الشبكيه وفي العصب حصل فيها تاكل. فالاعراض ما هياش كتيره، الا في النوع اللي احنا اتفقنا فيه اللي هو فيه نوبات الم بتبتدي الاول زي صداع في العين، يجي اكتر بعد يعني مثلا يبقى في ضوء خافت مثلا او خارج من السينما مثلا، يبتدي يحصل الالم ده مع بعض الانفعالات برضو في بعض الحالات، او يعني بتبقى حاجات يعني دي تبقى انذار ان في حدوث نوبات من المياه الزرقاء الحاده، اللي لو اتكررت كذا مره بتيجي فعلا زي ما اتفقنا بألم شديد يضطر ان هو ينزل المستشفى ان شاء الله حتى في نص الليل. الطفل اللي بيتولد من مياه زرقاء هل بيبقى فيه شكل معين للعين الام ممكن تلاحظه؟ طبعا الشكل المشهور بتاع المياه الزرقاء ان العين بتبقى حجمها اكبر كتير من الطبيعي. بنسميها بالانجليزي بوف سالموس، كلمه بوف دي يعني طبعا هو تشبيه يعني زي عين البقره، ان هي العين بتبقى كبيره في الحجم، فده طبعا من الحاجات اللي هي غير الشخص الكبير، لان عين الطفل الجدار بتاعها اللي هو بنسميه الصلبه اللي هو البياض بتاع العين بيبقى لسه طري، فالضغط بينفخ العين كأن بالونه بتتنفخ، ده ما بيحصلش في السن الكبير، لان الصلبه دي بتبقى جدار سميك للعين، ما بيحصلش الانتفاخ ده، لكن بيحصل تغيرات تانية في أنسجة العين وأهمها الضمور في العصب البصري. لو اتكلمنا عن الخريطة العلاجية للمياه الزرقاء، هل هو علاج دوائي علاج جراحي ولا الاثنين مطروحين على الخريطة؟ يعني هو طبعا كله بيبقى حسب الحالة. النوع الأولي اللي هو النوع الشايع ده، لو الموضوع في بدايته ولو المريض سنه مش صغير في السن والتغيرات اللي حصلت في العصب البصري مش كتيره، بيبقى العلاج غالبا علاج دوائي بالقطرات، بس لازم نبقى فاهمين ان القطرات هتبقى مدى الحياه، هيحط قطره مدى الحياه. هل هو هيستطيع ذلك؟ هل هو هيقدر على تكاليف قطرات مدى الحياه ولا لا؟ لازم نبقى يعني دي من الحاجات اللي نتكلم فيها مع المريض. طيب ايه البدايل للقطرات؟ في عندنا العلاج الجراحي وفي عندنا العلاج بالليزر. العلاج بالليزر هو اللي بدا يظهر مؤخرا،
وده بيبقى يعني سلاح وسط. قبل ما ننتقل للعلاج بالليزر برضو عايزة أوضح جزئية في العلاج الدوائي دكتور نعم، وحضرتك قلت هيستمر مدى الحياة بالزبط. يعني العلاج بيستمر مدى الحياة، هل في متابعة بقى للمريض؟ طبعا ده مريض دورية. المريض المية الزرقاء ده أو الجلوكوما ده صديق الدكتور، لأن هو بيتابع كل 3 شهور بفحص مجال الإبصار، بفحص الـ OCT بالكتير كل 6 شهور، بيتابع معايا ضغط العين كل شهر ونص شهرين، فلازم يكون يعني في متابعات دورية، سواء هياخد العلاج سواء هيعمل العملية سواء هيعمل الليزر، حتى لازم بتكون مدى الحياة المتابعة. نتكلم بقى عن العلاجات الحديثة، وحضرتك ذكرت الليزر ده بتستخدموه امتى وعبارة عن ايه؟ يعني هو في الليزر في النوع اللي هو اسمه في زاويه الخزانه الاماميه ضيقه، في حاجه اسمها ثقب بنعمله او شق قزحي، ده ما هوش جديد، ده ما هوش حاجه حديثه وبتتعمل من زمان عشان يعني بالبلدي كده يفتح الزاويه بتاعت الخزانه الاماميه للعين فيقلل ضغط العين، ده نوع موجود من زمان ومعروف. الانواع اللي هي يعني نسبيا حديثه، في برضو يعني بنوجه اشعاع الليزر للمسام بتاعت زاويه الخزانه الاماميه للعين، تبقى في الحالات اللي هي لسه برضو مكتشفة حديثا. وفي نوع تاني اسمه الكي بالليزر، كان زمان بيستخدم الكي بالليزر ده في علاج الحالات المتأخرة جدا. دلوقتي بقى في حاجة اسمها مايكرو بالس ليزر، بتبقى تقنية بيخفف حدة الشدة بتاعت الليزر على العين، فبيعمل زي فترات يعني خلال الثانية الواحدة فيها حوالي 31% بس من استخدام للطاقة فيها، وبقية الثانية دي بيحصل تبريد للأنسجة. فهنا يعني بيعمل نوع من يعني بيعمل كي للأجزاء الجسم الهضبي اللي بيفرز سائل العين، لكن مش بيموته مش بيحرقه، فيقدر يعمل ينزل ضغط العين بطريقة معقولة، ونقدر نتابع برضو بعديها يعني، ويوفر علينا التدخلات الجراحية، لأن في بعض الحالات بيبقى التدخل الجراحي فيها صعب جدا. المتابعة بعد عمل الليزر بتبقى عبارة عن إيه وكل فترة قد إيه؟ المتابعة بعد الليزر اللي هو بالذات المايكرو بالس هيكون خلال أول يومين 3 الأسبوع بس، نحن نطمن إن العين يعني ما فيهاش التهاب شديد، شوية قطرات كده 2 3 أسابيع، لكن لازم نبقى فاهمين إن هو برضو المريض بيكمل بقطرات ضغط العين، يعني إن دي وسيلة يعني مساعدة لقطرات ضغط العين. لما نلاقي الضغط نزل بعد كده نبتدي نسحب واحدة واحدة قطرات ضغط العين وبنتابع، لان برضو الليزر لسه برضو احنا مش في مرحلة ثبات قوي في العلاج، يعني احنا الكلام ده بقالنا حوالي 10 سنين المايكرو بالس مش اكتر من كده، فهو بيشتغل يعني يمكن حوالي من 1 لـ3 سنين ماكسيمم، وقد نحتاج لجلسات تانية من الليزر. طبعا كل مريض وليه حالته، يعني ده مش معنى الليزر ده ان هو بديل لجراحات المية الزرقاء، يعني الجراحات ولا بديل للادويه، هو يعني في مرحله بيبقى في يعني واحد بيبقى خلاص مش قادر يستحمل الادويه، عامله له جفاف في العين، عامله له التهابات، مش قادر يستحمل اكتر من كده قطرات، وفي نفس الوقت التدخل الجراحي فيه عنده موانع في العين مثلا، او عامل عمليات قبل كده في العين، عمليات تانية في العين بتقلل نسبه نجاح الجراحه، فهنا هندي له يعني الفرصه ان هو يعمل الليزر. هنا الليزر هيوطي ضغط العين ما استخدمناش فيه جراحه، وفي نفس الوقت قللنا عدد القطرات او استغنينا عن عدد القطرات لفتره معقوله، سنه قد تستمر 6 شهور، سنه، 3 سنين، لسه برضو كل واحد يعني كل مريض حسب حالته. لكن لازال بيستخدم القطرات برضو بعد الليزر؟ لازم نفهمه ان هو ممكن يستخدمها طبعا. احنا ما بندي احنا هدفنا في الاول وفي الاخر في علاج المايه الزرقاء ان ضغط العين ينزل باقل خسائر، اقل خسائر يعني القطر تعمل له حساسيه، طب خلاص مش هنعمل له الليزر، بدل ما ياخد مثلا 3 قطرات هيبقى يستخدم قطره واحده وعمل ليزر. ما هتبقى مدى الحياه برضو؟ لازم مدى الحياه، لازم علاج المايه متابعته مدى الحياه. الحاجه يمكن يعني العلاقه ما بتنقطعش بين المريض والطبيب خالص. مش عايزين نغفل هنا دور الجراحه، دور الجراحه كبير جدا ومهم جدا في المايه الزرقاء، لكن المشكله ان الجراحات الحديثه قوي قوي في المايه الزرقاء اللي هي الصمامات الصغيره بنسميها الميجز او المايكرو انسيجن جلوكوما سيرجري، اللي بتبقى عباره عن حاجات صغيره جدا لا تتعدى 2 مللي بتتزرع بتشفط الميه بتاعه السائل المائي بتاع العين، للاسف ان هي غاليه جدا جدا ويعني مكلفه جدا
جدا، فما هياش متوفره قوي في مصر، ولسه ما يعني ما مش سهل الاعتماد عليها. الجراحات التقليديه موجوده ولسه برضو بتستخدم، وتكون اختيار لبعض الحالات اللي هي الحالات المتاخره جدا. يعني انا عملت بياخد القطرات ومش جايبه نتيجه معاه، الضغط ما بينزلش، طب هنعمل له ايه؟ في ساعات الضغط بيبقى عالي جدا بحيث ان الليزر مش هينفعه. اول من الاول خالص لقينا ان يعني التلف اللي حصل في العصب او الضمور اللي في العصب شديد جدا، بحيث ان انا مش هقدر استنى اجرب او ان ياخد قطرات. فساعات بيبقى الجراحات يعني محتاجين ان احنا نتدخل جراحيا، يعني ما هوش برضه لا يعني لا ينفي ان الجراحات برضه بتاعه الميه الزرقاء بنحتاجها ومهمه. طب الجراحه دي عباره عن ايه يا دكتور مؤمن؟ يعني في نوعين من الجراحات، في الجراحات اللي هي التقليديه اللي هي بيبقى عباره عن زي تخليق مسار جراحي للميه بتاعت العين بره السكه العاديه بتاعت تصريف الميه بتاعتها، وطبعا بيبقى فيها استخدام غرز، عشان كل الناس بتسال هل فيها ليزر ولا لا. هنا لازم نستخدم، احنا بنعمل انا بعمل زي مسار جراحي زي نفق مثلا لان الميه تمشي من خلاله تصرف بعيد عن العين. ده النوع الاشع عمليات المياه الزرقاء، يعني بقى له حوالي 40 سنه او اكتر. وفي بعض الحالات الثانيه بنعمل حاجه اسمها زرع الصمامات داخل العين، بتكون الحالات اللي هي مش قادرين نعمل فيها العمليه دي وفي نفس الوقت المرض المياه الزرقاء متاخر جدا، فبنعمل حاجه اسمها زرع الصمام. صمام بيبقى من السيليكون، يعني بيتزرع بيتخيط في جدار العين وزي انبوبه صغيره بتخش جوه العين، برضو بتعمل صرف للميه بتاعت السائل المائي عشان توطي ضغط العين. طب هل العلاج الجراحي علاج نهائي للميه الزرقاء ولا برضو زي الليزر محتاج المريض يكمل على القطرات؟ ما نقدرش نوعد، بس هو طبعا قوه العمليه بالذات العمليات اللي هي مش الصمام، العمليات اللي هي التقليديه قوتها انها غالبا بتنزل الضغط جامد بحيث ان هو يستغنى عن القطرات بنسبه كبيره، بنسبه 70% او اكتر. لكن برضو ما نبقاش يعني مأمنين قوي للي هيحصل بعد كده، انه وارد ان خلال سنين بعد شويه، لان انا عملت جرح، الجرح ده ممكن بعد شويه يقفل بالتئام الطبيعي بتاع الجسم. صحيح انا اثناء الجراحه بعمل كل الوسائل الممكنه انه ما يحصلش الالتئام ده، لكن ممكن يحصل التئام لاحقا، فعشان كده لازم برضو المتابعه باستمرار. يعني ممكن يقعد سنه سنتين ثلاثه ما يبقاش في علاج خالص، ودي حاجه كويسه قطرات يعني، وبعد كده ممكن نبتدي ناخد قطره زياده او كده او ليزر. الطفل اللي بيتولد بمياه زرقاء بتتصرفوا معاه ازاي؟ هنا ما فيش مجال للقطرات، يعني انا مش معقول الطفل هياخد طول عمره قطرات، والقطرات كمان ليها برضو بعض، مش كل القطرات مناسبه للاطفال، والقطرات ليها برضو بعض يعني السايد افكتس او الاضرار الجانبيه في الاطفال. فالعلاج بيبقى اساسا علاج جراحي، بتبقى عمليات شبه العمليات اللي بتتعمل للكبار لكن باختلافات شويه تانية. الهدف منها برضو ان ميه السائل المائي ده يصرف، وبرضو في بعض الاحيان بنلجا للليزر بس ما هواش ناجح قوي في الاطفال، او في الحالات المتاخره جدا ممكن نعمل برضو الصمام. ده بيبقى بعد الولاده مباشره ولا بتستنى شويه؟ لا يعني هو لو ظهرت، لو لقينا بعد الولاده على طول الطفل عنده ميه زرقاء، التدخل ممكن يكون من اول اسبوع، بس بشرط طبعا. المشكله في الاطفال دول ان هم للاسف بيبقى عندهم ساعات بعض المشاكل الصحيه الثانيه، اللي هو زي ما حصل له مشاكل في عينه ممكن يكون لا قدر الله عنده مشكله في القلب او كده ما يستحملش عمليه. فلكن في اسرع وقت ممكن التدخل الجراحي فيه، نعمل التدخل الجراحي، والعلاج الدوائي بالقطرات هيكون يعني يا دوب بس لغايه لما نعمل العمليه. دكتور مؤمن في النهايه بنشكر حضرتك جدا. انا بشكر حضرتك دكتوره زينب. جدا. أعزائي المشاهدين، في نهاية حلقتنا بنشكر ضيفنا وضيفكم دكتور مؤمن حمدي، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس، وبنشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.